حضرت اللواء يعطيك العافية. بدنا نعرف بس، عرفنا انه في لبنانية يمكن رافضين يجوا على مسؤوليتهم الخاصة. كيف يعني على مسؤوليتهم الخاصة؟ يعني في اشخاص يعني رفضوا انه اجلائهم، حسب ما يعني في معلومات بتقول انه في لبنانية رفضوا اجلائهم من السودان، هني بدون يضلهم، فهني بضلهم على مسؤوليتهم طبيعي. لا نحن اي مواطن لبناني واما بيكون نحن مسؤولين عنه، لانه المقتربين اللبنانيين، لولا المقتربين اللبنانيين وعملهم تجارتهم وشهرتهم بالتاريخية والعلمية والانمائية بدول العالم ما كان في لبنان. انت الازمة اللي مر فيها لبنان اقتصاديا هلا، لولا هذا الدعم للمقتربين بلبنان كان وضع لبنان اسوأ من هيك كتير. نزلوا على الارض وشوفوا الوضع الاقتصادي مع الناس وخاصة بطرابلس. في اضرار هناك على اللبنانية بشكل مباشر؟ في شيء بسيط حديت هلا. شيء بسيط مثل شو اذا فينا نذكر؟ يعني في احد المطاعم تضرر، في مطاعم مهام تضرر، في مطاعم لبنانية ومؤسسات لبنانية بعرف في مطاعم تضرر وتم يعني انقاذه الحمد لله.